اهلا بيكم في حلقة جديدة من تيك نيوز. معظم اخبار النهاردة هتكون مهمة جدا باذن الله، بداية من ارتفاع في كل اسعار كروت الشاشة الموجودة في السوق وعلامات بتدل على هزيمة انتل قصاد اي ام دي في بعض الدول، وتحديث بايوس جديد بيدمر معالجات رايزن اصح. وفي اخر خبر هكون محتاج رأيكم في حاجة مهمة، ما تنسوش تردوا عليا في الكومنتات. يلا نبدأ الفيديو. نبدأ بالخبر الأهم والأسوأ في الفيديو كله، تسعير كروت انفيديا اللي هتطبق الشهر ده في السوق. للأسف أول يوم عيد طلع خبر إن الشركات المصنعة للجي دي دي آر 5 ميموري زي سامسونج وإس كي هاينكس هيقللوا الإنتاج الخاص بيهم، وده هيؤدي لارتفاع سعر الذاكرة، ومن هنا هيؤدي لزيادة سعر الكروت، بالإضافة لحقيقة إن الجي دي دي آر 5 إكس أصلاً غالية، والموفر الوحيد ليها هي شركة مايكرو. الحقيقة اللي فاتت دي هتأدي الارتفاع في أسعار الكروت بداية من الـ 1080 Ti والحد الـ 1050، والسعر متوقع انه هيزيد بنسبة حوالي 10%. الفيديو ده بقى انا بصوره يوم 4 سبتمبر، وحاول بقدر الامكان انه يتنشر بالكتير يوم 5 سبتمبر 2017. لو انت بقى بتتفرج على الفيديو ده بالتاريخ اللي بقول عليه وناوي تشتري كارت، يبقى انزل من بكرة الصبح اشتريه اول لما المحل يفتح، وكلامي ده موجه خصوصا للناس اللي عايشة في مصر. انتوا عارفين كويس لو السعر طلع انه مش هينزل تاني الا بالعافية. كلنا بدأنا نشوف انتشار معالجات رايزن في السوق آخر فترة، ولكن لسه معناش أرقام واقعية تثبت هل AMD نجحت في تسويقه ولا لأ. لحسن الحظ دلوقتي في أرقام قوية وأكيدة بنشوفها من موقع نيو إيج جوه ألمانيا، بتوضح البداية المتوسطة الرايزن مع استحواذه على 35% من السوق قصاد 65 لإنتل، والفجوة دي بدأت تقل لحد ما AMD عدت إنتل في شهر 8. صحيح إن الأرقام دي تخص ألمانيا بس، ولكن العالم كله بيبقى ماشي بفكرة واحدة، فالأرقام دي هتكون متقاربة جدا مع باقي الدول. وكالعادة أعلى بروسيسور في المبيعات هو الـ R5-1600، دايما الناس بتشتري البروسيسور القبل الأخير في القايمة لأنه بيدي أحسن قيمة سعرية، ولأنك لو كسرت سرعته دايما بتقرب لأعلى واحد في الفئة. وخلوني أديكم نظرة عامة أكتر عن وضع AMD حاليا من ناحية المعالجات. في نهاية 2016 شركة AMD كانت مستحوذة على 20% من السوق بس، والباقي كله كان رايح لإنتل. وبعد نهاية الربع الأول من 2017 برضو ما فرقش كتير، الربع التاني بقى لما تم الإعلان عن رايزن في 10% كاملين راحوا لصالح AMD، وإحنا حاليا في نهاية الربع الثالث من السنة، وأنا متحمس جدا للأرقام اللي هتيجي. إحنا نتكلم عن ان الربع ده كان فيه رايزن 3 وظهر فيه الانتشار الواسع لرايزن 5، ده غير الثريد ريبر اللي ابهر المستخدمين المحترفين. واكيد اول ما تنزل الارقام بتاعت السوق الكلي هشاركها معاكم في فيديو تاني. نروح بقى لمصيبه تانية. دلوقتي اي حد بيجيب معالج رايزن لازم فورا يعمل ابديت للبايوس بتاع البورده اللي عنده عشان ياخد الاداء الامثل من المعالج، ودي حاجه اكيد كلكم عارفينها. نيجي بقى للمشكله، بوردات جيجا بايت الاكس 370 سواء الجيمنج كي 5 او الكي 7، اخر بايوس نزل ليهم على الموقع لما تيجي تسطبه بيخلي الفولتج توصل على البروسيسور لواحد ونص، وبتوصل كمان لواحد فاصلة سبعة. في ناس ممكن تكون مش واخدة بالها من معنى الارقام دي، فهوضح لكم الموضوع اكتر. دلوقتي شركة AMD بتوصي المستخدم العادي لما يجي يكسر سرعة البروسيسور انه تحت اي ظرف ما يعديش حاجز ال 1.35 فولت او ال 1.4 فولت، وده في حالة انه معاه تبريد ممتاز يقدر يقاوم كمية الحرارة اللي هتخرج، فما بالك بقى لو الطبيعي بتاع البروسيسور انه 1.5 فولت ويوصل كمان ل 1.7، ده يعتبر دمار رسمي للمعالج عندك. وفي لحد دلوقتي 2 باظ عندهم البروسيسور واتحرق تماما، وناس كتير تانية بتحكي عن المصايب اللي واجهتها مع البايوس ده. لحسن الحظ في وقت التصوير حاليا جيجا بايت شالت البايوس ده من على الموقع خالص، لكن ما عملوش اي رد رسمي لحد دلوقتي. وبالنسبة لاي حد عنده البوردات دي يتأكد دلوقتي حالا من نسخة البايوس اللي عنده، ولو طلعت هي اللي بايظة يستعمل الفلاش باك يوتيليتي عشان يرجع للبايوس الاقدم. تسريب جديد عن الاداء بتاع 7980 XE، اعلى معالجات الكور i9 واغلاها واقواها. البروسيسور سجل اكتر من 37000 نقطة على 3D Mark Fire Strike على Custom Preset، وده رقم مهول عموما حتى لو كان مش معروف الاعدادات اللي استعملوها بالظبط. المدهش اكتر بقى ان البروسيسور كان مكسور سرعته ل 4.8 جيجا هرتز على ال 18 كور كلهم، ومعداش ال 1.4 فولت. طبعا سرعة زي دي و 18 كور لازقين في بعض هيأدوا لسخونة رهيبة، ولكن برغم كده الحرارة كانت مقبولة تحت الاسترس تيست. أسخن كور من وسطهم ما عداش الـ 87 درجة مئوية، ولما يكون البروسيسور عادي على وضع الايدل درجة الحرارة بتكون في العشرينات،
كل ده معمول وهو على تبريد مائي. ناس كتير من اللي بتتفرج حاليا ممكن ما يبقاش عندهم تصور هل الحرارة دي عالية ولا قليلة، وليه انا مركز على موضوع الحرارة ده؟ فانا عندي فكرة حلوة، انا عايز اعمل فيديو اصلا اتكلم فيه عن ايه فكرة الحرارة وليه هي عالية في بروسيسور زي الـ 7700K، وليه انا بقول على الحرارة في الـ 7980XE انها مقبولة جدا، وايه موضوع الناس اللي بتفك الـ IHS من فوق البروسيسور وتغير المعجون اللي في النص. ده موضوع كبير، لو عايزيني اعمله فيديو قولولي في الكومنتات وهنزله بإذن الله في اسرع وقت ممكن. بشكر كل اللي كمل الفيديو للآخر، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، وبرضو ما تنساش تتابعنا على السوشيال ميديا، اللينكات كلها في الديسكريبشن تحت الفيديو. اشوفكم بإذن الله في حلقة جديدة، سلام.